الساحة السورية من جديد على صفيح ساخن مع إعلان الجيش السوري وقوع خسائر بشرية ومادية إثر تعرض قاعدة حميميم لهجوم بقذائف أطلقتها تنظيمات إرهابية. هذا الإعلان جاء بعد قليل من اتخاذ دمشق قرارا باستئناف العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في إدلب بعد رفضها وقفا لإطلاق النار بدأ سريانه قبل أيام وقبلته الحكومة السورية ولكن بشروط. وأكد بيان رسمي سوري أن تلك الجماعات شنت العديد من الهجمات على المدنيين والمناطق الآمنة المحيطة. ومنذ عام 2016 تمركز في إدلب عشرات الآلاف من عناصر الجماعات المسلحة المدرجة على القائمة الدولية للتنظيمات الإرهابية، ومن بينها داعش وجبهة النصرة وعدة تنظيمات تحمل مسميات مختلفة لكنها جميعا تناوئ الجيش السوري. وتشهد إدلب حالة من الفوضى العارمة بسبب عمليات تصفيات متبادلة بين قادة تلك الجماعات، إلى جانب تفجيرات واعتقالات أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح التي قررها اتفاق خفض التصعيد المبرم في مدينة سوتشي الروسية العام الماضي. لكن تبقى تركيا عامل التوتر المشترك في كل من إدلب ومناطق الأكراد في شمال سوريا، وبينما هي تدعم جماعات مصنفة كإرهابية في إدلب تتهم الأكراد السوريين بما تصفه بالإرهاب وتلوح بين وقت وآخر بعملية عسكرية ضدهم. هذا التهديد الذي كرره الرئيس التركي لإقامة ما تسميها أنقرة منطقة آمنة في شمال سوريا كان محل بحث بين مسؤولين أمريكيين وأتراك في أنقرة دون أن يتضح ما إذا كانت المصالح تعارضت أم تلاقت، في الوقت الذي لا تخفي فيه واشنطن دعمها للأكراد السوريين.